القدر جمعهم من تاني في مكان واحد وما سابتوش لحظة وقت تعبه. أحمد العوضي بيتعالج في نفس المستشفى اللي أنقذت حياة ياسمين، فيا ترى ممكن ياسمين وأحمد يرجعوا تاني؟ أزمة صحية كبيرة عانى منها الفنان أحمد العوضي خلال الأيام اللي فاتت، لكن يشاء القدر إن الأزمة الصحية اللي بيمر بيها العوضي كانت السبب في إنها تقرب بينه وبين ياسمين بعد فترة قليلة من انفصالهم. فيا ترى إيه اللي حصل بينهم خلال فترة تعبه، وهل فعلا هيتصالحوا ويرجعوا لبعض تاني؟ البداية كانت مع الأزمة الصحية اللي مر بيها العوضي الأيام اللي فاتت بعد انهياره في لوكيشن تصوير حق عرب ونقله للمستشفى وحجزه فيها، ويشاء القدر إنه يتم نقل العوضي لنفس المستشفى اللي أنقذت حياة ياسمين وقت الأزمة الصحية الخطيرة اللي مرت بيها قبل كده، وكان العوضي دايماً معاها وقتها ومش بيسيبها أبداً. حالياً الأدوار اتبدلت وبقت ياسمين هي اللي جنب العوضي في أزمته الصحية بالرغم من إنهم منفصلين عن بعض. فمن أول ما ياسمين سمعت عن الأزمة الصحية اللي بيمر بيها العوضي قلقت عليه، بعتت له رسالة تتأكد فيها من إنه كويس ولا اتنقل للمستشفى. فأكد العوضي لياسمين فعلاً إنه تعبان وتم نقله للمستشفى، فراحت ياسمين في وقتها علشان تزوره وتطمن عليه وتكون جنبه في نفس المستشفى اللي كان واقف جنبها فيها وقت أزمتها المرضية. جمعهم القدر مرة تانية في نفس المكان علشان يكون صفحة جديدة يقدروا يفتحوها سوا ويمكن يرجعوا لبعض. أما المصادر المقربة من العوضي فأكدت إن حالته الصحية بتتحسن حالياً وإنه بيستعد علشان يخرج من المستشفى خلال اليومين دول بعد ما يتم إجراء الفحص الطبي ليه علشان يتأكدوا من تحسن حالته الصحية. وبعد ما تتحسن حالته هيخرج العوضي من المستشفى علشان يستكمل تصوير مسلسل حق عرب، خاصة إن العوضي ما كانش حابب خبر دخول المستشفى يتسرب علشان ما يلاقيش الجمهور عليه ويكمل التصوير عادي. لكن الموضوع جه في صالحه بعد ما ياسمين عرفت وراحت علشان تطمن عليه. طبعا بعد خروج العوضي من المستشفى الوضع اتغير، خاصة ان ياسمين اطمنت عليه خلاص ومش هتزوره في البيت. فمحبين ياسمين والعوضي كان عندهم امل ان العلاقة ترجع تتحسن بينهم تاني بعد انفصالهم. فمعجبين ياسمين سبق ونشروا صور من المصحف الشريف يعلنوا من خلاله انهم هيعملوا ختمة قرآن علشان ياسمين والعوضي يرجعوا لبعض. علقوا على الصورة وقالوا اتجمعنا عشانكم، ده غير انهم بقوا ملتزمين بالصلاة والدعاء علشان ياسمين تغير رأيها وترجع للعوضي. اما ياسمين والعوضي فملتزمين الصمت تماما من وقت انفصالهم واكتفوا باعلان خبر الانفصال، وده اللي خلى متابعين كتير يهاجموا العوضي ويتهموه بخيانة ياسمين. لكن ياسمين ظهرت وبرأت العوضي من تهمة الخيانة وقالت انه ما خانهاش طول مدة وجوده مع بعض ولحد الانفصال. فيا ترى الازمة الصحية الاخيرة اللي تعرض لها العوضي هتكون بداية صلح بينهم؟ هنشوف.